السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نزلت بوست علشان اللي يعني عنده حلم كان يكتبه تحته عشان أفسره في الفيديو ده ونزله إن شاء الله على اليوتيوب، بس يا رب يبقى في نت، عشان هو النت يعني في مشاكل يعني شوية فيه، بس يا رب يصلح عشان أقدر أنزل ده على اليوتيوب إن شاء الله. هما في حلمين بس انكتبوا. حلم لنهى، أنا مش هقدر طبعا إن أنا اللي انا يعني اقرا الحلم يعني زي ما هو مكتوب، يعني هو بالنص، عشان خاطر انا ما معيش غير تليفون واحد بس. فهو كان حلم لنهى ان هي كانت بتعمل محشي مع مامتها، وبعدين الموبايل ضاع ولقيته، بس ايه ما فيهوش الخط، ومامتها قالت لها يعني احمدي ربنا اللي انت لقيتيه. هو ده يا نهى، بس كان يعني يهمني يا نهى ان انا اعرف يعني الحالة الاجتماعية ايه ده حد، يعني هو يعني عمايل المحشي نفسها ده دخول في مشاكل، ممكن يكون خاصة بقطع يعني علاقات مع حد، يعني في حد انت هتقطعي علاقتك بيه، الحد راجل بقى، ست يعني، صديقة، ايا كان يعني، وايا كان نوع يعني العلاقة دي، لكن هي العلاقة بعد لما تنقطع هي هترجع تاني، بس في حد بقى غير اللي انت قطعتي معاه العلاقة دي، هتقطعي علاقتك بحد تاني، يعني هترجعي علاقتك بحد وهتقطعي يعني علاقتك بحد تاني، والله اعلى واعلم. والحلم التاني لدعاء، يعني دعاء حمدي اعتقد اسمها، ان هي يعني هي راكبة على العجلة، وأولاد اتنين بيعملوا محشي، فهي نزلت قعدت معهم تعمل، وإجا حد يعني واحد قال يعني مامته أنا عايز كيكة، فهي قالت أنا بعملها حلو. فبعدين قالوا طب احنا عايزين حاجات الكيكة، فهي قالت يعني حاجاتها عندي، انت في امر انت متعجلة فيه، في تاني حاجة انت ممكن يكون في بينك وبين الاتنين دولي يعني مشاكل، او انت هتسمعي ان هو في مشاكل هم عملوها يعني معاكي او كده. والواحد ده شوفي بقى انت، هل هو يعني ممكن يكون في بينكو حاجة، او هو يعني مناسب ان هو يكون في بينكو ارتباطه حاجة، هو ممكن يعني ممكن ان هو يعني يطلب ارتباط، بس انا بقولك استخيري في اي ارتباط يجيلك، عشان الكيكة يعني يمكن انت هتستغربي لو قلتلك ان الكيكة معناها ان يعني اولها يعني زي اخرها، يعني مش في تطور في الموضوع. تاني حاجة يعني استخير ربنا يعني في الموضوع.